وبنبدأ لقائنا بالأستاذ أحمد سامي CEO سيلينا بي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. احنا النهاردة مع حضرتك في معرض النخبة الكويت، عايزة أسمع رأي حضرتك لحد دلوقتي يعني في معرض النخبة. والله معرض النخبة من أميز المعارض اللي احنا بنشترك فيها، اشتركنا معاه في مصر واشتركنا معاه في الكويت قبل كده وفي الدوحة ولسه وحاليا في الكويت. هو من أكثر المعارض تنظيما ومفروض أقواها يعني من ناحية الإعلانات والماركتينج والحاجات دي، فبنشترك معاه إن شاء الله نتوفق يعني. أكيد إن شاء الله. حضرتك كنت هتقول حاجة صح؟ هو الإقبال في المعرض ده متوسط بخلاف الدوحة شوية، بس متوقعين على آخر اليوم إن شاء الله يبقى قوي يعني. نقدر نقول ان يعني احنا كويسين مع النخبة. ممتاز طبعا، هو من افضل فعلا المعارض اللي احنا بنشترك فيها يعني تنظيما، وهو بيتارجت الشريحة اللي انا بحتاجها يعني، ففعلا حتى العملاء مش كتير بس العملاء الشريحة اللي انا محتاج ابيع لها يعني. ايه الشريحة اللي حضرتك بتارجتها؟ طبعا انا متواجد في الكويت متارجت في على المستوى الاولاني المصريين اللي بيحبوا يشتروا في سلينا، هو مشروع اصلا سياحي، فانا متارجت المصريين في على المستوى الاول، والكويتيين او العرب بصفه عامه اللي بيحب ينزل يعمل سياحه في مصر يعني، وعاملين لهم عروض كويسه وفي حاجات كتيره ان شاء الله تبقى متواجده في المعرض يعني. نقدر نقول ان قطاع العقارات في السياحة الفترة اللي احنا فيها دي عليه اقبال؟ هو طبعا الاقبال على السياحة في الفترة دي متوسط، هو مش رديء ولكن هو متوسط، ومتوقعين في ازدياد دلوقتي نتيجة التطورات اللي بتعملها مصر من ناحية السياحة وبتشجع السياحة في الوقت الحالي يعني. طيب خلينا نتكلم عن سيلينا باي. مشروع سيلينا باي احنا بدأناه امتى ووصلنا فيه لإيه؟ طيب هو مشروع سيلينا باي هو مشروع متواجد في الغردقة في منطقة اسمها الأحياء، المنطقة دي ما بين الجونة وما بين الغردقة نفسها، ده على مساحة 10 فدان. ده متقسم عندي 3 مراحل، عندي المرحلة الأولى وهي مرحلة تعتبر القصور والفيلات، وعندي مستويين من الفيلات، وعندي حوالي 250 شاليه، دي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى دي خلصت بنسبة 90%، موعد التسليم بتاعها هيبقى في 3 السنة الجاية 3/2017، هي تعتبر استلام فوري دلوقتي، فاضل عندي اللاندسكيب والتشطيب الداخلي، احنا بنسلمها كاملة التشطيب ومكيفة وجزء منها مفروش. عندي مرحلة تانية هتبقى تسليمها ان شاء الله في اخر 2018، وعندي بقى مرحلة تالتة دي اللي هو الفندق والسيرفيس الفندقي اللي هيبقى معمول للقرية كله، هيبقى في 2020 ان شاء الله. ايه الخدمات اللي احنا نلاقيها في سيلينا باي؟ احنا بنحاول تبقى كل الخدمات الفندقيه في قريه زي سيلينا باي متواجده فيها، من ناحيه السيرفيس الفندقي، من ناحيه المطاعم، من ناحيه الهاوس كيبنج، من ناحيه الحاجات دي كلها ان شاء الله هتبقى متوفره. الحاجه الثانيه حمامات السباحه، ان شاء الله عندي اكتر من 5 حمامات سباحه متواجده، زائد كل قصر وفيلا طبعا معاه حمام سباحه برايفت بي، وعندي هيبقى في اكوا بارك كبيره جدا في المرحله الثانيه هتبقى متواجده. المرحله الثانيه اكتريتها هتبقى مرحله فندقيه، فهتبقى فيها شبه يعني خدمه فندقيه ورسيل وعادي التاجير والحاجات دي كلها متواجده يعني. المرحله الاولى اكتريتها تمليك لان هي قصور وفيلات وشاليهات، اكتريتها هتبقى تمليك، وعندي جزء منها هيبقى زي تايم شير يعني. يعني اللي يجوا يتعاقدوا في الفتره الحاليه على المرحله الاولى هو يعتبر تسليم فوري. يعتبر تسليم فوري المرحله الاولى، وعندي ميزه في المعرض ده احنا انا عاملها حاليا، اللي هيشتري في المرحله الثانيه هيقدر يستفيد في المرحله الاولى، بنديله في حدود اسبوع لغايه ما نخلص المرحله بتاعته، اسبوع في السنه. فهيبقى عنده غالبا يا سنتين يعني يا مرتين يا 3، فهيقدر يستفيد كمان من القرية من النهاردة يعني، مش هيستنى لسه المرحلة بتاعته. يعني حضرتك اللي هيجي دلوقتي يتعاقد عايز مرحلة تانية، معلش اللي عايز حاليا مرحلة تانية مفيش مشكلة هيتعاقد عليها، وهيبقى ليه اسبوع فري
في شاليهات من شاليهات المرحلة الأولى. ده الاوفر بتاعنا واحنا النهارده في الكويت في معرض النخبة. معرض ده الاوفر بتاع معرض النخبة. اي حد هيتعاقد عندي في المرحلة الثانية او الثالثة هيستفيد من المرحلة الاولى في الخدمات بتاعتها، وهيقدر ياخد مني اسبوع مجانا اقامة في سلينا باي من اول الصيف الجاي. نقدر نقول ان كمان الاسبوع ده بيخليك انت تعيش الحالة يعني، فتبدا تشوف انت هتعيش ازاي، يعني بتحاولوا ان كنتوا تعملوا ده. بنحاول طبعا ان احنا نعمل ده، احنا شعارنا اللي هو عيشه غردقه عيشه سلينا يعني، فان شاء الله يتعايش سلينا. بنحاول يبقى فيها السيرفيس كلها متكامله بتاعه السياحه، من ناحيه الالعاب بتاعه البحر، القايت والسيرف والحاجات دي كلها ان شاء الله تبقى متواجده. المرحله الثالثه عندنا كمان ان شاء الله في مارينا، بنطلع التصاريح بتاعتها دلوقتي، ان شاء الله ناخد التصاريح بتاعتها. مارينا كبيره هتبقى موجوده في القريه، بحيث نقدر كمان يبقى في زي خدمات اللي هي السفن والرحلات البحريه والحاجات دي ان شاء الله تبقى متواجده كمان في القريه. يعني احنا نوضح للمشاهدين بس ان مارينا الغردقه مش مارينا الساحل. لا احنا بنتكلم على مارينا لسلينا غير مارينا الغردقه. يعني مارينا دي مقصود بها نبني مارينا داخل القريه. شفت انا نفسي قاعده فهمت غلط. لا هنبني ان شاء الله مارينا في المرحله بتاعه الفندق دي، هيبقى فيها ان شاء الله تاسيس مارينا. بنحاول نطلع التصاريح بتاعتها بحيث يبقى فيها الخدمات بتاعت ألعاب البحر والرحلات البحرية والحاجات دي كلها تطلع من هناك. طب عايزين نسمع من حضرتك نظم التقسيط ايه؟ احنا عندنا عدة نظم. طبعا المرحلة الأولى تعتبر استلام فوري، وكذلك من قسطها على 3 سنين، مقدم بتاعها حوالي 40%، من 30 ل 40% على حسب الحاجة اللي نتعاقد عليها، وكمان عاملين فيها خدمة التقسيط. وعندي بقى في المرحلة الثانية بداية المقدم من 10% وتقسيط على 100 شهر، في بعض الحاجات بتوصل ل 100 شهر. عندي عدة نظم للدفع يعني. احنا برضو نازلين بعرض بقى اوفر قوي للناس اللي نفسها تشتري زي فيلا او قصر في الغردقة. اللي هيشتري قصر هياخد عندي في التجمع. احنا طبعا احدى مشروعات مجموعة ازميل، فهنبيع له في التجمع شقة في حدود 200 متر فري على القصر، واللي هيشتري الفيلا ليه شقة في حدود 130 متر فري على الفيلا برضو في التجمع في القاهرة الجديدة. معلش ممكن حضرتك توضح لنا فري دي يعني ازاي؟ هو هيشتري القصر ده بالمبلغ المحطوط، وهياخد شقة فري عليه، شقة 200 متر كاملة يعني مدفوعة بالكامل في التجمع الخامس. التجمع الخامس فين بالظبط؟ في التجمع الخامس هتبقى في منطقة يعني محددين منطقة بيت الوطن في التجمع الخامس. مساحة الشقة هتبقى من 190 متر ل 220 متر، دي اللي هي خاصة بالأصول. في شقة اللي هي خاصة بالفيلات هتبقى من 120 متر ل 130 متر في منطقة بيت الوطن برضه. طب يلا يا جماعة، يعني عايزين ايه أكتر من كده؟ يجوا يصيفوا وياخدوا السكن كمان. يصيفوا ويسكنوا في التجمع. يسكن ويصيف كمان. طب خليني اعرف من حضرتك يعني بادجت الاسعار في الفتره الحاليه ما بين كام لكام؟ هل التغييرات كل شويه وسعر الدولار اللي بيزيد مأثر على سلينا باي؟ هو طبعا كل التغييرات بتاعه العملات لازم تأثر على اي سلعه في مصر يعني. فاحنا طبعا انا التسعير عندي بالعمله المصري مش بالعمله الاجنبي، فلما اجي اقارن العمله الاجنبي دلوقتي سعرها في البنك بقى الضعف، بس انا عندي زياده. بنحاول برضك عشان نخدم العملاء بتاعتنا في الفتره الحاليه، اللي احنا عاملين زياده مش يعني تعتبر مش زياده في الفتره الحاليه، قدام شويه هنزود بعد تسليم المرحله الاولى. ولكن الاسعار عندي بتبتدي المتر من 6800 لغايه 12000 لو حاجه مميزه قوي على البحر وشايفه سي فيو وخدمه فندقيه وفرش بالكامل، فبالتالي الاسعار دي تعتبر اقل اسعار موجوده حاليا في الغردقه يعني. بنحاول نبقى اقل سعر واكثر تميز واعلى تشطيب واعلى خدمات موجودين ان شاء الله في مشروعنا. سلينا باي هتبقى 12 شهر في السنه يعني على طول، لان احنا تقريبا الغردقه ما فيهاش صيف وشتاء والكلام ده، صح؟ طبعا دي ميزه الغردقه عن اي مدينه ساحليه ثانيه، حتى شرم يعني. هو طبعا شرم تعتبر برضك مشتى ومصيف، ولكن الغردقه مشتى ومصيف مع جو معتدل شويه، لان الغردقه ما فيهاش رطوبه عاليه، فبتقدر حتى في الاوقات اللي فيها حر
تقدر تبقى متواجد حتى على البيتش او على الحمامات السباحه، ما فيهاش مشكله. على بعض المناطق التانية بتبقى فيها الرطوبة عالية في الحر زي شرم، هي مشتى ومصيف، ولكن شرم بيغلب عليها طابع الكثافة أو الرطوبة بتبقى عالية قوي. فالغردقة مميزة في كده، اللي هي تعتبر كمان مدينة، فيقدر كل الخدمات متواجدة، أي المستشفيات والمطاعم والمعيشة، هي تعتبر مدينة ما تعتبرش منطقة سياحية فقط يعني. فهيقدر يبقى أي حد بيشتري في الغردقة ممكن يتعايش السنة كلها في الغردقة. خلينا نتفق مع بعض قدام الكاميرا، احنا بعد ما الدنيا الشتاء تهدى شوية والمرحلة الأولى تخلص هنيجي عند حضرتك في سلينا بي وهنقدم للمشاهدين المرحلة الأولى بقت عاملة ازاي. أنا عايزة أشكر حضرتك جدا وأتمنى لك التوفيق خلال أنت وافقت ولا لأ؟ طبعا وافقت. تشرفونا يعني، طبعا هي ان شاء الله تبقى حاجه تعجبكم جدا يعني، بنحاول نبذل فيها مجهود كبير بحيث تطلع بما يلائم الشعب المصري والخليجي والاجنبي وكل حاجه يعني ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا. متشكر جدا.